السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهوات أم العربي. اليوم أنا كنحضر في المطيشة، يعني عندي مطيشة في الدار وكانت بقات لي في الثلاجة، وقلت هذه هي المناسبة نديرها في المجمد. يعني طريقتي في الاحتفاظ بالطماطم في المجمد كنحتاجوها للحريرة، الشوربات، يعني الحوت، لاصوص، اي حاجه بغيتو ديروها فيها كتكون المطيشه عندكم واجده. انا حتى سلقتها، ما كنتش غنصورها، حتى سلقتها وعاد قلت علاش ما نصوروهاش. المهم هي المطيشه، انا كانت عندي الطوماط سوغيز وعندي مطيشه الكبيره يعني كميه، وغادا تبدا غير تخسر في الثلاجه، قلت ارى نصوبوها. المهم غسلت المطيشه مزيان وقطعتها بعدا بحال هذه الكبيره، قطعتها هكا الطريفات كيف كتشوفوا بحال هكا، كنخليها بالزريعه ديالها. والطوماط سوغيز الصغيره راني غير غسلتها وحيدت لها النباته ودرتها كتسلق. انا ما درتش فيها الماء نهائيا، شوفوا شحال طلقات ديال الماء. كنديرها في الكوكوط وكنسد عليها وكنخليها تسلق مع شويه ديال الملحه. دابا مني طلقات بردات غادي نطحنوها في الطحانه اليدويه، ممكن ديروها حتى في ديال الضو. كنطحنوها نديرها هنا، ممكن تكون السيدة تعرفوها لكن ما فيها باس نتقاسم معكم حتى انا الطريقة ديالي. المهم غادي نطحنوها كاملة بحال هكا، انا غادي نكمل نطحن الكمية كاملة اللي عندي ونطلقها. كيف كتشوفوا كملت الطماطم كلها ولا المطيشه عندي طحنتها بحال هكايا كي كيتولي. دابا غادي نرجعها للكوكوط فين كانت، رجعتها للكوكوط فين كانت. دابا اش غندير؟ غادي نضيف لها شويه ديال زيت المائده بحال هكايا، تقريبا واحد نص كاس، وغادي نضيف لها عاوتاني المليحه، وغادي نرجعها للبوطه ونخليها تغلى مزيان حتى ما يبقاش لينا فيها الماء، يعني تقطر وتبقى غير المطيشه، يعني داك الماء ديالها يتبخر كامل عاود، وعاد ونخليوها تبرد ونديروها في البلاستيكات. المطيشه ديالنا هي هذه، درتها تتغلى كيف كتشوفوا، ها هي بدات كتغلى لينا. غادي نخليها تبقى تغلى مزيان ومره مره نحرك حتى ما يبقاش ليا فيها السوائل نهائيا، وحتى هاد الكشكوشه ما كتبقاش، يعني المطيشه تتصفى من الماء وتتعقر وتبقى غير المطيشه ديالنا وكتعقد شويه، ديك الساعه كتولي عندنا جاهزه. من بعد غادي نخبيوها، غادي نخليوها تبرد ونطلقوا باش نديروها في البلاستيكات اللي غنخبيوهم فيهم في المجمد. المطيشه ديالنا مني خليتها هكا ولات، خليتها طابت وعقدت مزيان كيف كتشوفوا هانتو، كيتبدل حتى اللون ديالها وكتعقد. دابا خليتها بردات مزيان كيف كتشوفوا، انا راه خديت منها يعني درتها خدمت بها بحال دروك الطواجين ديال المطيشه والبيض وجلبانه وكفته، ممكن ديروها في البيتزا يعني تاخذوا القياس اللي باغيين وتزيدوا عليه العطريه اللي كديروا في البيتزا وتمشيوها غير شويه حتى تنسجم العطريه ونديروها في البيتزا. ممكن ديروها في لاباط، يعني انا ما كندير ما درتش فيها لا عطريه لا والو، باش اي حاجه بغيناها فيها ديك الساعه نزيدوا العطريه اللي كتواتى معاها. دابا هذا هو شكلها، غادي ناخذ بحال اللي نفرض انا تنبغي هاد السوبيره في الحريره، هادي نوريكم مزيان البنات. لنفرض انا كنبغي قياس ديال هاد العبار نديرو في الحريره، غادي ندير هاد القياس نعمر بحال دابا، انا كنبغي هاد القياس نيت هو هذا، كنديرو معبور قلت لكم كنديرو معبور وكنخويه في البلاستيك اللي غنخشيه في الثلاجه في المجمد عفوا، هو هاد القياس بحال هكا. هذا هو القياس اللي كنبغي انا، باش منين نبغيها
تكون فيها القياس معبور بحال هكايا. نحاول نخرج من هذا البرد شي شويه وغادي نسدها بهاد القراصات انا عندي ديال المجمد بحال هكا. وها هي المطيشه عندنا جاهزه للتخزين، هي هذه بحال هكا. غادي نكمل انا ندير القياس اللي باغا كامل ونتلاقاو منين نبغيو ندخلوها للمجمد. المطيشة ديالنا هي هادي، من بعد شي درتو في بلاستيك وشي درتو في سوبيرات، يعني كل سوبيرة والقياس. يعني بحال دابا هادي غنبغيها للبيتزات، هادي غنبغيها لي صوص لي طوماط لي لي بات، هادي الحريرة، يعني عازلة كل وحدة ولاش غادي لاش غتلاق ولاش غادي نديرها، باش مني نجبدها ماشي ناخد منها ونعاود نرجعها للمجمد. الا جبدتها خصني نخدم بها ما نعاودش نولي نرجعها. نتمنى الفكره ديال اليوم تطرقكم وتنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد شهيوات ام العربي. ما تنساوش تخليوا لي كومونتير ديالكم اسفل هذا الفيديو، التعليقات ديالكم الطلبات ديالكم على الراس والعين كيف كنقول دائما. دمتم بود وإلى وصفة قادمة بحول الله.